السلام عليكم أعزائي طلاب كلية تكنولوجيا معلومات قسم شبكات معلومات. اليوم عندنا درس شلون نسوي منيو ونضيف منيو ايتم لها بالاندرويد ستوديو. راح اول شيء راح اسوي نيو بروجكت امتي اكتيفيتي، من هنا احاول اعطي اسم العلاقة، اسف بالعربي، منيو وورك، اختار اللغة جافا راح نشتغل، واختار الـ API مناسب، so finish، انتظر يسوي لي جرادل بولد، هنا كمان اكمل جرادل بولد. راح ابلش هنا مثل ما ذكرنا عندنا ثلاث دوائر رئيسية، واول واحدة راح تكون هي الـ on create option menu. هنا أنا حال أضغط كنترول وحرف الأو يعطيني هاي القائمة من خلالها أقدر أني أخلي دوال جاهزة. هنا عندنا on تبى حاول on create option menu هاي اختارها تجي هذا البناء البداية، هاي الرتين راح تكون هنا البداية، حاول اخليها بالنهاية عشان ترو. وجاني هنا اكتب ال كود. هنا راح احتاج اضيف منيو ايتمز، راح نقول منيو ايتم احاول اختار عمود اضيف الامبورت منيو ايتم راح اسمي عنوان مثلا يساوي لنا منيو دوت اد، احنا اخذنا اعاز الاد اللي بي قلنا اربع بارامترات، اختار هذا اللي هو اربع ثلاثة انتجر واحد سيكونس او كاركتر سيكونس، وراح نطيه هنا الجروبنج قلنا ما احتاجه، وانطي الاي دي مالته صفر والاوردرينج واحد، وهنا راح اعطي فد كاركتر سيكونس او سترينج اللي خلينا نقول مثلا حرف الاي انه هذا اول كاركتر اول منيو ايتم. هذا المنيو ايتم اذا اريده يظهر بالاكشن بار راح اقول اسمه دوت سيت شو از اكشن اللي هي هاي البرامتر اللي بداخلها منيو ايتم دوت سيت از اكشن اللي هي هاي، كذلك اخلي له ايكون. راح شوية اجي الموضوع على ايكون حاليا، ورا شوية اشوفكم شلون نضيف ايكون. بعد يحتاج لشنو منيو ايتم دوت اد للباقية الايتمات. هذا الاد نضيف مجموعة ايتمات، خلينا نقول نضيف ثلاث ايتمات. هنا أنا لازم انتبه انه الاي دي ما انطيه مكرر، اعطينا اول شي صفر راح نطيه واحد، والاوردرينج الى اثنين. هنا أنا راح اقول هذا حرف البي، صفر هذا اثنين هذا ثلاثة هذا حرف السي. كذلك بعد احنا اخذنا انه اضيف سب ايتم سب منيو اللي نقدر نضيف انه اعرف اول شي سب منيو في متغير معين يساوي
محمد وتعصب منيو. كان هذا بنضيف صب منيو نقدر نعطيه بس اسم يعني بس سيكونس كاركتر. ساعدنا صار في شيء اسمه الصب، هو الصب منيو نقدر نضيف له هاي الصب مجموعة ايتمات. نفس الآد القديمة سنا أحاول أميزهم، راح يكون الجروبينج إلى صفر، الآي دي نفترض 5، الأوردرينج 6، الكاركتر سيكونس راح يكون صب، تمام. نفس هذا أعيده عدد من المرات، بس أهم شيء إنه أغير الاي دي مالتين 7 والأوردرينج مالتين. هنا أنا صبتو هاي تي إكس راح يظهر ناصب 3. هنا إحنا خلقنا منيو بها مجموعة من ال بها مجموعة من الايتمات. يحتاج اضيف ايكون، بس هنا نحتاج ننتبه من اذا اضيف ايكون اروح الى فايل نيو فاكتور اسيت، اضغط على هاي الايكونة اختار ايكون هنا اللي يناسب عملي، اي ايكون مثلا هذا مال ديلر، اوكي نعطيه هنا اسم مثلا ايكون 1 next finish. اذا اريد اضيف اكثر من ايكون مرة ثانية new فاكتر اسيت اختار هذا واختار ايكون اخر مثلا هذا، اوكي نعطيه اسم هنا الايكون تقدر تسميه اي اسم تحتاجه. نيكس طبعا تقدر تكبر هذا حجم الايكون لكن ما افضل تتلاعب بيه. نيكس فينيش صار عندي مجموعة ايكونين، اي واحد من الايتمات اقدر اضيف له دوت سيت ايكون هنا. وين صار مكانه بالار؟ احنا نشوف ان هنا الريسورس درابل هذني الايكونين، اذا ار دوت درابل دوت هذا ايكون 1 مثلا هذا الصب دوت سيت ايكون ار دوت درابل دوت ايكون 2. كذلك بعد احنا اخذنا انه ممكن نخلي المنيو ايتم من نوع التشيكابل، راح اقول دوت سيت از تشيكابل سيت تشيكابل اعتقد كانت تشيكابل، اوكي نخلوها هنا ترو. اذا اريدها تشيكد او لا من خلال دوت سيت تشيكد تشيكد، نقدر هنا هم ترو فولس. بعد اللي اخذناه قلنا هاي الحالة اذا اريد يكون بالاكشن بار فوق انا راح اخلي الايكون
لا نخلي ايكون اللي هذا الايتم دوت سوري من اسمه امون، راح اقول امون دوت سيت ايكون اللي هو من الار دوت دروبل حسب المكان اللي خليت بيت الايكون دوت اي واحد من الايكونات، مو مشكلة اذا استخدمت الايكون مرتين. هنا انا كملت المنيو راح احاول تنفيذه. لا بعد ما كنكنا الجهاز صار الجهاز هنا مكنك، راح ننفذ انتظر الانستيليشن للابلكيشن مالتي على الاميوليتر. هون اكتيفيتي اشتغلت، راي هنا عندي هذا منيو ايتم بس كل شيء ما داعي اشتغل عليه. هاي منيو الباقية اكو بي و سي و اكو صب منيو بيها ثلاث ايقونات. انا اشوف هنا هذا الصب منيو 3 انا ضفت له ايكون بس ما شفته ظاهر. طلاب احنا تكلمنا عليها قلنا الصب منيو ما تعرض الايكون، ممكن في بعض النسخ تعرضه صب منيو. بعد منه اللي اعطيناه ايكون عندنا بي ايكون 1، اعتقد ايكون 1 هو اصلا بي مشكلة، بي المفروض يكون بي ايكون. راح احاول هسه ورا ما نعطيهن event handler راح نشوف نضيفها set as action always ونشوفها برا راح تظهر بالايكون لو لا. إذن هنا طلاب نغلق التنفيذ. طلاب بس هنا كل شيء ماكو، ما دا يصير فد event معين، رغم انه هنا عندي منيو ما دا اشوف فد event عليها. راح نحاول نضيف فد الايفنت هاندلر مال هاي المنيو. الايفنت هاندلر طلاب قلنا احنا اكو ثلاث دوال رئيسية، الدالة الثانية هي الاون اوبشن منيو ايكون سيلكتد. كنترول او هنا اكتب on option item selected هاي راح تجيني دالة بهالشكل. لان هذا حرف ال item B راح احاول اضيف له dot set as set show as show as action. وهنا نخلي له منيو ايتم دوت سيت اولويز نشوفه بعدين بالتنفيذ دوت سيت ايكون. اوكي راح اسميه ام 2 شنو المشكلة بها هنا؟
نرجع لموضوع ال selection. طبعا هنا قلنا راح يجيني new item، انا احاول هنا احصل على ID مالته واسوي له switch case، فلذلك راح اقول switch هذا الايتم اللي جاني item dot الشريط ما عندنا يقول أفضل شيء اسمه get item id هذا هذا راح على البيجن مال السويتش face إذا كان المنيو item مالته واحد اثنين أظهر لي في التوست معين هنا كرتيرن كيس واحد توست دوت ميك تيكس راح اقول انه انا اللي اختاريته هو واحد قلنا هذا توست يراد له الكونتكست وكذلك شنو اللي اختاريته اللي اظهر في الشيء له وكذلك مدة ظهور هذا التوست هو توست دوت هاي الشورت راح احتاج اختارها هنا دوت شو يحتاج ريتيرن سنة بها مشكلة خليها بالنهاية اكتب هاي مجموعة من المرات هنا اجي اني اشوف شنو نعرفه الايديات انا عرفت الايديات 0 1 2 5 6 7 5 6 7 هنا الصب 1 2 3 لان 0 1 2 هنا اي بي سي اذا راح اقول له هنا اذا 0 هو الاي واذا 1 هو البي واذا 2 هو السي وذا خمسة هو الصب اي او الصب وان وان وذا ستة هو الصب تو وذا سبعة هو الصب ثري هنا أنا أحاول أنفذ application 1C okay application اشتغل هاي ال A وال B صار بهن أيقونات إذا أضغط هنا هذا هو ال A أضغط هنا هذا هو ال B أضغط هنا هذا هو السي اضغط هنا هذا هو الصب وان اضغط هنا هذا هو الصب راح احاول اضيف مجموعة ايقونات جديدة هنا راح اقول ايقون 2
حاول السي اضيف له ايكون نشوفه يشتغل ولا لا. ندخل ايكون تكتبه بيه مشكلة راح نبدأ اوكي هذا صار السي ال اي والبي هذا الشكل الايكون الثاني نشوف السي ما ظهر ايكون اللي هو تشيكابل والصب من يوم ما تظهر ايكون هذه اكستندد من يوم قبل ما تظهر الايكون اذا هسه عندنا هذا الاكتيفيتي منيو وهذا الاكستند منيو وهذا الصب منيو اللي اخذناه من المحاضره شكرا جزيلا طلاب لهنا تنتهي المحاضره